هانتلاقي المناسبة كلهم قرن الشهر رمضان استيقان ليلة القدر. أنا مسلم يوجب في الناس يفلس من الفضل اللي فولكين أي ماغ أي مقير دليلين استحيو باش ربي تبارك وتعالى هذا سكت بلا جنس. أشكر ربي تبارك وتعالى تاني إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هن الصرايات اللي كان سورة القدر أدي ستة ربي تبارك وتعالى إذ دي سديكس القرآن غليلا اللي كان ليلة القدر وكان ربي تبارك وتعالى أدي تبين أليس بين فضلنس إذ ليلا ونتي قوم دون ناقص سالان أي فلكين هان توف والناس سالان فلكين غ ألف نضيد ألف نضيد توفت ليلة القدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رتنغ الحديث لتروى أمنا عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر الأواخر من عشر رمضان. رواه البخاري. إذا أن مسلم يفول كياس أي ماغ مروس سني قرانين أقس نسالة ما يفول كنا أيضا أرسيس كالقيام كثرة القيام للسجود للقيام للدعاء تلاوة القرآن للصدقات صلة الرحم تكون ما يفول كين الكل خيرا آلتك لفضل ليلة القدر.